إذن إسرائيل تصاعد هجومها في لبنان بهدف إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم عبر تكثيف الغارات على بنك أهدافيا في لبنان، ولكن لأول مرة في ظل موجة الغارات العنيفة طال القصف الإسرائيلي شمالي بيروت وتحديدا بلدة علمات قضاء جبيل، وغارة أخرى استهدفت محلة الورديات الواقع في اللقلوق قضاء جبيل. وبأحزمة نارية طال القصف الإسرائيلي الجنوب على الحدود الشمالية مع إسرائيل والشرق اللبناني الذي يبعد حوالي 120 كيلومترا عن الحدود. هذه الضربات هي الأعنف منذ بداية الحرب في الجنوب وتحديدا المنطقة الحدودية. القصف إذن كما نتابع الآن طال أودية وجبال نهر الليطاني كما تتابعون هذه الخريطة، أيضا بلدات رئيسية على الشريط الحدودي على بلدات عيت الشعب وعيترون، وطالت الغارات بلدات الخيام، العديسة والطيب الجنوبية. أما شرقي لبنان أي في العمق اللبناني كما نتابع على الخريطة، الطيران الحرب الإسرائيلي استهدف لأول مرة بلدات لباية وأعلى سد القرعون وبلدة سحمر في البقاع الغربي. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة، الشهداء 274 شهيد، بيناتهم 21 طفل و39 امرأة، هيدول اللي تعرفنا عليهم إلى الآن. هنالك كذلك بعض الجرحى، بعض الشهداء اللي لم يتم التعرف عليهم، أرقام بتطلع مع الوقت. عدد الجرحى حتى الآن اللي استقبلت في المستشفيات 1024 جريح، و27 مستشفى شاركت في استقبال هدول الجرحى.